يا زينة. أيوة يا حبيبي أنا هنا. زيك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، بس أنت عارف كريمة لما تبقى في المطبخ ما بتسيبش حد يمد إيده في حاجة. روان، مش هتقولي بقى أنت مخبي عليا إيه؟ الوكل يا زينة عشان نفتحوا نفس بعض. ربنا يخليكوا لبعض. كويس إن أنت جيت. بص بقى، أنا قطعت العجل كيلوات وحطيتها في أكياس عشان كل البلد تاكل وتنبسط. عايزك تشوف لي حد أمين كده عشان يفرق اللحمة دي على الناس. حلو جو جو جو. يبقى فتحي. مين؟ فتحي. أمر لله، بس نبه عليه ما ياكلش منها حاجة. حاضر. كلمه لي بسرعة، أنا حاجر أشوف الرقاق. ماشي يا ماما وأنا جاية وراكي. طيب يا حبيبتي. شكلك هتبقي الكبيرة يا زينة. أنا طول عمري كبيرة في أي مكان بروح له، ولازم أبقى رقم واحد. صح، علي النعمة من نعمة ربي. صح، حتى قلبي. أنا هروح أبص على الأكل. ماشي يا أبوي. إهدي حسن. إيه يا ولد أبوي؟ قلت رايح على فتيجة. وماله؟ تعملي مع عادل؟ انساه النهاردة. النهاردة لينا احنا وباس. أقول لك إيه؟ أوعى أكون قلت لهم ولا جبت سيرة. تصدق أنا شاكك فيك. حقك الصراحة. يا زينة الوكل. يا زينة. يا حسن، أمك مأكدة علينا، قالت الشوربة دي ليك ومحدش ياكل الكبدة غيرك. آه والله أنا بحبها فعلا. حسن، أنا محتاجة لك أوي أنت ومروان. في إيه؟ في قضية ماما. كريمة دي زي أمي وأكتر. تفكر إن أنا ممكن أرتاح ولا يهدلي بال وهي جلجانة أو تعبانة؟ طب قسما بالله لو حصلت ادخل السجن بدلها لا اعمل كده. انت بتقولي ايه بجد يا حسن؟ انت مجنونه. كريمه دي لو طلبت عمري ما تاخرش عليها. يلا روحي بقى المطبخ اتعلمي لك اي حاجه. ماشي. خلي بالك من البطاطس، اوعى تتحرق مني. وانا كمان بحبك يا حسن، وبعتبرك ابني يا حبيبي. تعالى. في كلام كنت قلتهولي، بس أنا وقتها ما كنتش فاهمة ولا عارفة أنت تقصد إيه. دلوقتي بس عرفت إن أنت كنت على حق يا حسن. إيه الكلام اللي أنا قلته؟ قلتلي إن أنت هتقول لولادك إن أم كريمة كانت بتحب أم كبرية وكانت بتقف جنبي منها وتساعدها، تأكلها وتديها الدواء وهي تعبانة، والاتنين كانوا بيحبوا بعض. وقلت لي كمان إن أنت هتقول لهم إن العيلة دي كلهم يدهم في يد بعض ومحدش هيقدر يفرق بينهم ولا في حد فيهم هيدي ظهره للتاني. أنت كنت صح يا حسن، أنت كنت صح. قولي عادل فين؟ مش هنا، خرج. طب واحنا قاعدين هنا بنعملوا ايه؟ بصي انا اتفقت معاه ان محدش فيكم هيخرج من هنا، بس لو اتفقنا تمام. تعالي. ما ينفعش كده، ما ينفعش نأمن لعادل خالص بعد اللي عمله معانا ده. ايوه احنا لازم نخلص من عادل. بالظبط، ما هو ده اللي انا بقوله. بس من غير ما نخسر. عجله وعجلك يوزن بلد، بس كيف؟ ريتيل لو عرفت ان عادل هو اللي ورا قتل ابنها مش هتسكت، ولا حسن كمان هيسكت. نعيمة هي اللي قتلت ابن ريتيل. اه والله نعيمة هي اللي عملت كده، وعادل وبدري هم اللي وزوها انها تعمل الحركه ديت عشان يسلموا حسن، وزينب هي اللي تلبس الموضوع، وساعتها يبقوا خلصوا من حسن ومروان في نفس واحد. طب وخلصتي من نعيمة وحسن يدخل السجن ومروان يبقى لوحده من غير اخ يسنده. صح بالظبط. بس انا لو رحت قلت لريتال الكلام ده مش هتصدقني، عشان عارفه اني بكرهها وعايزه الدنيا تولع حواليها. بس لو نادية هي اللي راحت هتفكر في الموضوع.
بس كده عينيا، ده انا من زمان بحلم باليوم اللي اشوف فيه ولاد عبد الحكيم في السجن. امال فتحي فين؟ لسه ما جاش، كلمته في التليفون قال لي مش هقدر اجي غير لما اخلص اللحمه اللي معايا كلها. ربنا يبارك له. الله، وامي فين؟ تعبانه شويه ونايمه فوق، وقالت كلوا انتوا. ان شاء الله بعد ما يتغدوا نطلع كلنا كده بربطه المعلم نطل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يجمعنا دايما على الخير. يا حبيبي. ايه يا اما كريمه فصصي، الناس دول مكسوفين. دول بيتكسفوا. قولي يما. دول عينيهم قد البقره كده. محدش هيجيبهم من هنا الا لما الوكل ده يتمسح ماسح. مروان، ايه اللي كنت عاوز تقوله لنا يا حبيبي؟ مش لما نبلع اللقمه الاول ولا ايه؟ ما تقول لهم يا مروان، خلي نفسهم تتفتح. اكتر من كده ده احنا نطشر. لا يا مرات عمي، لو عرفت اللي هنقوله نفسك هتتفتح وهتبقى سعاده الدنيا مش سايعاكي. ايه اتجوزت يا حبيبي ولا ايه؟ يا ريت. لا والله، بس انا عارفاك بتحب المواضيع دي زي عينيك. قول قول ما تتكسفش. لا يا ست الريتال، ما اتجوزتش بس هيحصل. ايه؟ انتوا فاكرين الفيلا بتاعت مصر اللي كنت بزوركم فيها؟ يا دي تتنسي يا مروان. دي كانت فيلا تشرح القلب. انا كنت بحبها قوي. بابا قبل ما يبنيها كان بياخدني انا وريتال نلعب في الجنينه هناك، وانا على طول كنت اروح معاه وهو لسه ما بنيهاش، واقول له يا بابا هتبنيها امتى؟ يقول لي قريب ان شاء الله، لحد ما بناها. وكل واحده فينا كانت واقفه على ايد العمال، وانا اللي اخترت العفش، وانا كمان اخترت الوان الحيطه، وانا اخترت التحف وكملت ظبطت الجنينه. هي لازمه الكلام ده يا مروان دلوك. اللي راح راح. هو ايه اللي راح راح؟ مفيش حاجه راحت يا عمتي. الفيلا رجعت تاني. ايه؟ 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 زي ما بقول لك كده. بجد يا حسن؟ الفيلا وكل الفلوس اللي اتنصب على عمي فيها رجعت تاني. لا غريتي. ما بعرفش يا ابني. لا غريتي انت يا عمتي. اللهم صل على النبي، ربنا يرضى عنك كلها فرح. امين يا رب. يا رب تكرم يا رب، الحمد لله. ايه؟ يا يا جوجو، انتي نمتي ولا ايه؟ والله عندك حق، الواحد لما بيحس ان هو باله رايق ومستريح ونفسه حلو النوم بيبقى سهل قوي. البت زينب عايزه تلم العيال حواليها وتعمل عيله، ومروان وحسن عاملين زي السد لما يجي الطوفان، وسند لما الدنيا تميل بالواحد. العيال يا اختي بيعلمونا اللي احنا ما عرفناش نعلمه لهم. عارفه يا جبريه، يا وليه سايباني بكلم نفسي؟ جبريه جبريه جبريه، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا شيخ حبتيني. فين يا ولية؟ ما بترديش، فكرتك موتي، خفت اللي يتهموني فيكي. انت بتقولي عليها وبصرخي في ودني كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، خطتيني يا اختي وانت فوقتيني.